عايز اسال حضرتك في النقطه دي، لانه هل استنى لغايه لما اشوف الدنيا بتتحرك، ولا انا لازم وانا قاعد، انا قاعد ما يعني ما عنديش حاجه، يعني احنا كلنا حضراتكم انتوا قاعدين، اكيد اللي بيقرا كل واحد في مجاله بيعمل ايه، هيعمل ايه الفتره اللي جايه، لازم يكون في دماغنا خطط مستقبليه لما هو قادم، سواء بالالغاء او بالاستمرار. اكيد يا كابتن اسلام، قالب باداره اول حاجه بتعمل الطوارئ، لان بتحط بلان اي وبي وبتحط احتمالات كتير قوي وتعمل تخمينات كتير قوي، لو الدوله رجع في الوقت ده، لو الدوله رجع في الوقت ده، لو ما رجعش، يعني انت بتعمل يجي 5 سيناريوهات او 4 سيناريوهات، انت قاعد وبتبتكر وبتفكر ازاي انك انت لو رجعت بسرعه هتضغط الدوري هتعمل ايه، ولو انت اتاخرت شويه هتعمل ايه في الدوري ده، وبعدين الدوري الثاني هتكمله، يعني هتكمل الدوري ده ازاي، وهتعمل فكل الحاجات دي. انت المفترض انك انت عندك وقت دلوقتي انك انت تحط لي بلان واثنين وثلاثه وتعرضه ويتناقش، وكمان عندك وقت ان انت تجدد فيه وتغير فيه وتعمل فيه. فانا من وجهه نظري يعني احيانا الموضوع اللي ما بيقسمش بيقوي، يعني الامر اللي ما بيقسمش بيقوي. انت قاعد دلوقتي كاتحاد كوره، ممكن يبقى عندك شكل افضل. انت كاتحاد كوره انت دلوقتي تقدر انك انت تفكر لمستقبل الكره المصريه في الوقت السنه الجايه واللي بعديها واللي بعديها. يعني هترجع تقول لي عندي مشكله، احنا لجنه مؤقته. ايوه اللجنه المؤقته، حتى لو انت جيت تشتغل في مجال لخدمه بلدك في اتحاد الكوره، لو هتشتغل يوم او ساعه ابدع فيه واشتغل واعمل قوانينك او اعمل لوائحك او اعمل طريقه الدوري اللي هتتعمل ازاي، الكره المصريه تتعمل، المنتخبات الناشئين هتتعمل ازاي، المنتخبات القوميه الفريق الاول هرجعه ازاي ولما يرجع. يعني الموضوع محتاج بس منك ايه؟ محتاج منك انك ما تخافش من حد. حط البلان وما تخافش من حد. يعني الخوف بيؤدي انك انت بتعمل حسابي وحساب الفرقه الثانيه وحساب الفرقه الثالثه وحساب الفرقه الرابعه، مش هتشتغل. انت لازم تشتغل وانت بقوه، طالما انت بتشتغل للمصلحه العامه. والله اخطات، يعني عملت حاجه بنيه كويسه فبتاخد ثواب، اخطا يعني او العكس صحيح، يعني انك انت اذا اجتهدت واشتغلت كويس فدي حاجه كويسه قوي. لكن ما تجيش بقى تقول لي انا قاعد انا خايف الدوري، طب افرض ما رجعش واعلنا، طب ما انت تعمل سيناريو 2 و3 دوري 2.